برنامج هنتلقى يوم 22 إلى غاية 25 ديسمبر. إن شاء الله اللي نأكده واللي نوعد الجمهور وأحباء المهرجان إن شاء الله باش يكون مهرجان متميز. هو مهرجان شعاره إن شاء الله الاستقرار أو الشموخ، هذا ثبات شموخ هذا المهرجان كشموخ نحله، خاصة بعد دور تحدي السنة الفارطة اللي كانت بعد فترة كورونا. إن شاء الله الدورة هذه الأخيان في هيئة المهرجان بعد جلسات ماراثونية متواصلة تقريبا لمدة 6 أشهر، رغم الصعوبات اللوجستية والمادية، لكن كانوا كلهم حريصين على أن تكون دورة متميزة ومتنوعة. هي أن حاولنا أن نستشير أهلنا، حاولنا أن نشوف نقاط الضعف أو النقاط، نعمل أوتو كريتيك لأنفسنا، نحسنوا من طريقة التفكير، نحسنوا في طريقة التنظيم، كذلك أن نحن أكثر ونحقق الحلم نتاعنا بمجهود أهلنا وتكاتف جهود كل الأخيان كما معنا السلطة الجهوية والمجتمع المدني. وهذا اللي خلانا كما قلنا نثبتوا ونخلوا الثبات شموخ ونجاح هذا المهرجان. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.